بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من حلقات برنامجكم حياتنا ياتيكم من الاحد الخميس على شاشه تلفزيون قطر بدايه اقول لاخوي نايف المسلواني مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور ويمسيكم بالخير ان شاء الله مشاهدينا اليوم عندنا اكثر من موضوع في اكثر من شريحه في اكثر من فئه لكن الاهم انكم دائما تكونون معنا عشان تشوفون الفعاليات والانشطه اللي نعرضها لكم و اهم شيء في هذه الفتره بطولة العالم لألعاب القوى الله عليك بطولة العالم لألعاب القوة حاليا بتاخذ مساحة في حلقتنا وإن شاء الله أن هذه البطولة اللي متواصلة في الأجواء التنافسية والشغف وهي توفر أجواء مثالية تميز فيها أبطالنا وأبطال العالم على أرض دولتنا الحبيبة قطر يعني نايف مثل ما أنت عارف البطولة لها صدى إعلامي كبير على مستوى العالم وهذا الشيء يشرفنا ان احنا قاعدين نشوف استعدادات قطر لاستقبال مختلف المحافل العالميه في مجال الرياضه من 2022 وان شاء الله وانت رايح مستقبلا. باذن الله تعالى، انزين نلف صوب التعليم. نروح صوب التعليم مشاهدينا الكرام، راح نبدا الحلقه بقرار وزاري اصدره سعاده الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي امس لفتح سبع مدارس جديده في المناطق الجغرافيه المختلفة أكيد تولي دولة قطر اهتماما خاصا ومشهودا للارتقاء بمستوى التعليم وإنشاء المدارس بمعايير عالمية وإتاحة الفرص للجميع للحصول على تعليم مميز واكتساب الخبرات نايف يعني للاحظ خلنا نقول جودة تصميم المباني في المدارس الحكومية في الفترة الأخيرة يعني ما شاء الله على مستوى عالي جداً والله ودك تدرس مره ثانيه ودك ترجع تعيد الثانويه شلون يعني في خبر اخر اعلنت منظمه الطيران المدني الدولي ايكاو ان دوله قطر احرزت تقدما كبيرا في مجال سلامه الطيران المدني بحلولها ضمن 48 دوله احرزت تقدم في التغلب على اوجه القصور فيما يتعلق بمراقبه السلامه الجويه أكيد مشاهدينا الكرام كرمت المنظمة الدولية هيئة الطيران المدني على هذا الإنجاز تسلم سعادة سيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة شهادة تقديرية من سعادة الدكتور أولمبيا برنارد أليو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي اكيد يعني الجانب الطيران عندنا بصراحه في تقدم كبير وكذلك في كفاءات من دولتنا قاعده توصل للمناصب العليا في هذا المجال سلمان اكيد نايف مشاهدي الكرام ايضا لخبر اخر اعلن مركز شباب اسمه اسمع عن انطلاق معرض كاشتا في نسخته الثامنه للوازم الرحلات البريه والبحريه ومعدات التخييم وان شاء الله راح يكون يوم الخميس المقبل 3 اكتوبر لين تاريخ 10 اكتوبر في الصاله الرياضيه في مقر مركز شباب اسمي, اسمي. ويفتتح المعرض ابوابه يوميا من الساعه العاشره وحتى الساعه العاشره مساء ما عدا الجمعه من الثالثه عصرا حيث يقام المعرض العام الثامن على التوالي ويعد الاول من نوعه في مجال الكشتات واللوازم البريه والبحريه يعني نايف نذكر كل سنه عندنا في التلفزيون سواء برنامج في الضحى وحتى حياتنا تكون لهذه المعارض جانب كبير من التغطيات وعلى مستوى كبير امانه معرض كشتا اللي يقام في سميسمك كل سنه اكيد والجميل انه حاليا احنا داخلين على الاجواء الشتويه فالكل يبي يجهز جهزتوا عندكم ولا للحين سلمان؟ والله ما ادري هالسنه شكل كل شارد من القطيه. <applause> يعني نوجه رساله حق الربع ولا <applause> ما يحتاج؟ <applause> <applause> لازم نوجه رساله. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم وعندنا فقرات كثيره امانه في حلقه اليوم من برنامج حياتنا لكن راح نروح الى تقرير نزور من خلاله مدرسه اليرموك الاعداديه اللي متميزه امانه في انشطتها ونتعرف على اجواء المهرجان الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصه، نشوف وياكم التقرير. مدرسة اليرموك الإعدادية واحدة من المدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي والتي تعتمد سياسة الدمج بين الطلاب، حيث يجد فيها ذوي الاحتياجات الخاصة برامج صممت خصيصا لهم. لازم ندعم هذه الشريحة اللي كانت مغيبة، لكن ولله الحمد في المسؤولين مهتمين في هذه الشريحة الخاصة نيابة عني وعن نفسي أنا أشكر. مدير المدرسة وإخواني ومسؤولي التربية الرياضية اللي دعوني على هذا الاحتفال ويوفر المهرجان الرياضي الذي يقام سنويا فرصة لتوفير أجواء ترفيهية رياضية لمنتسبي المدرسة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بصراحة يعني هذا واجب لكل مواطن وكل مقيم وصراحة هذا للناس يستاهلون منه الأكثر والأكثر يعني مثل ما احنا في مناسبات للرياضيين والامور هذه ايضا هؤلاء اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه يحتاجون للدعم الدعم من الجميع معنويا ماديا بكل ما تحمل الكلمه هذه من معنى مشاهير المجتمع القطري والسوشال ميديا حضروا المهرجان دعما لهذه الفئه الهامه في مجتمعنا والتي تستحق الاشاده بقدراتها والعمل على دمجها بشكل فعال في القطاعات المختلفه في البدايه احنا هذا اليوم سنوي حق طلاب الدمج حق طلاب معهد النور دمجهم في المجتمع هم مدموجين ويانا في المدرسه احنا ندعو فئات المجتمع من مشاهير ومن رياضيين عشان يطلعون الطلاب هذيلا في الذكر الاساس دمجهم في المجتمع وتحرص دوله قطر على تاهيل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه وذلك بتوفير فرص تعليميه ومهنيه من شانها ان تمكنهم من حياه كريمه في المستقبل من خلال مشروع الدمج في مدارس الدوله وفي قطاعات العمل المختلفه إذا نعود لكم مشاهدينا ومثل ما شفنا هذا النشاط المميز والنعم في جميع المدارس سلمان مدرسة اليوم تعتبر من أبرز الأمثلة اللي يحتذى فيها الطاقم الإداري والتربوي اللي عندهم صراحة قاعد يقدم جهود وبين فترة وفترة قاعدين نشوف فعاليات وأشياء قاعدين يقدمونها تكون حافز كذلك للمدارس الاخرى. اكيد نايف كل الشكر لمدرسة اليرموك الاعدادية، امس نايف في حلقتنا تكلمنا عن حفل افتتاح او انطلاق القرية المهنية في نسختها الرابعة اللي تقام حاليا مشاهدينا الكرام في مؤسسة قطر بالتحديد في مبنى ملتقى أو في المركز الطلابي هذه النسخة مغايرة تستهدف بشكل أساسي طلبة الإعدادية وطلبة الثانوية يعرفونهم على أجواء سوق العمل إن شاء الله في المستقبل أيضا نايف في شيء خاص لطلبة الإعدادية أن المدارس التخصصية مثلا مدرسة الصيرفة ولا مدرسة الصناعة موجودين أساس اللي حاب أنه ينضم للمدرسة يشوف على أرض الواقع هاي الجميل اللي يخلي الطالب أنه يعرف يحدد مساره في المستقبل آه أن تساعدوا أولادكم صراحة محظوظين اللي اتجهوا لهذا المعرض وشافوا القرية اللي موجودة بمحتوياتها ممكن في منهم اللي حدد تخصصه في المستقبل وفي منهم اللي حدد دراسته المستقبلية فلا تبخلون آه مشوار توصيل ود ولدك خليه يشوف الأماكن هذه ويستفيد فالتقرير نايف اللي ما زار المعرض وإن شاء الله مستمر لتاريخ 2 عشرة وحاب يزوره شوف من خلال هذا التقرير أجواء الافتتاح ولن نرجع إن شاء الله أكثر من ثلاثين مؤسسة عامة وخاصة تشارك في معرض القرية المهنية الذي يستقبل الجمهور من العامة وطلاب المدارس إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر من أجل تعريفهم بالمسارات المهنية والتخصصات الأكاديمية المؤدية إليها. مركز الانماء الاجتماعي نماء المشارك في المعرض اطلق من جانبه حمله توعويه تستمر لشهر كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتخللها ورش لفائده طلاب المدارس وادر شبابية تهدف إلى تطوير الشباب مهنيا، لسد احتياجات الأفراد من تطوير وتنمية ذاتية، وسد حاجات سوق العمل من كفاءات وخبرات. خلال الحملة إن شاء الله اللي أطلقت اليوم بدعم من نماء، بنقدم عدد من الدورات والورش المجانية للطلاب والطالبات، ممكن يشوفون الدورات يسجلون فيها على موقعنا الإلكتروني تمكن شاركة مركزين ماء وقطر للتطوير المهني وسعيهما معاً لخلق جسور تواصل بين المواطنين والمؤسسات بمختلف أنواعها تدخل ضمن خطة عمل ذات طابع استراتيجي لتنمية المجتمع وفق مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 إذا مشاهدي الكرام شفنا وياكم التقرير للنسخة الرابعة للقرية المهنية مثل ما ذكرت لكم راح يستمر إن شاء الله لين تاريخ اثنين عشرة على فترتين صباحية خاصة بزيارات المدارس ومسائية إذا حاب تاخذ ولدك وتروح لمؤسسة قطر ويتعرف على هذه التخصصات إن شاء الله ومستقبل مسر يا رب. وأنا في مركز الطلاب هناك. مركز الطلاب في مبنى اسمه ملتقى. زين يعني عندكم لين يوم اثنين؟ 2 10 لين يوم 2 وكذلك عندكم بطوله العاب القوه اللي حاليا مقامه واللي تبذل فيها اللجنه الامنيه الخاصه ببطوله العالم لالعاب القوه 2019 دولتنا الحبيبة قطر جهود كبيره في توفير كافه سبل الامن والتيسير على المشاركين والوفود والجماهير. اكيد اخوي نايف بفضل تضافر كافه جهود الجهات المشاركه استطاعت اللجنه الامنيه تنفيذ خطتها الموضوعه وضمان أمن وسلامة جميع المشاركين في البطولة وتسهيل الحركة المرورية بنتكلم إن شاء الله أكثر عن هذا النجاح ومهام اللجنة الأمنية للبطولة يسعدنا نستضيف النقيب مبارك بلال علي رئيس اللجنة الأمنية لبطولة العالم لألعاب القوى 2019 بوزارة الداخلية أول شيء بيضة لو لحد الآن قصرين والله يعطيكم العافية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اشكركم على الاضافه وعلى الكلام الطيب اللي ذكرتوه مثل ما تعرف احنا بطوله العاب القوه هذه يمكن من اهم البطولات اللي ممكن تكون موجوده في الشرق الاوسط او في الوطن العربي فلله الحمد في توجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بتوفير كل الامكانيات ونسخرها لخدمة قطر خدمة البطولة هذه من <applause> الله سبحانه وتعالى <applause> قبل أن نتكلم عن مهامكم كلجنة أمنية ونتكلم عن أبرز التحديات اللي تواجهكم على سبيل المثال والأمور اللي أنت قمتوا فيها خلنا الأيام اللي راحت اليوم وصلنا إلى اليوم الرابع في هذه البطولة شلون كانت الأجواء شلون كان تعاون الناس واستجابتهم لكم كلجنة أمنية والله الأيام اللي راحت لله الحمد احنا كنا يعني كنا متوقعين هالشيء لله الحمد جمهورنا احنا جمهور واعي خاصة في بقول جمهور رياضي مثقف رياضيا والمقيمين كذلك من كثر البطولات اللي هي على على مستمرة على مستوى على طول السنة. الايام الراحه كان عندنا الاغلاقات المروريه في الكورنيش اساس موضوع الماراثون الليلي ولله الحمد مرت بسلاسه الامور كانت طيبه الناس موجوده في في الوقت الفعاليات وموجوده في في الكورنيش وموجوده في خليفه وموجوده في التمرين ولله الحمد كانت الامور طيبه وان شاء الله نستمر لين اخر البطوله. <applause> لو نتكلم بشكل خاص عن استاذ خليفه شلون التنسيق الامني معاكم خاصه ان في توافد كبير من الجماهير على اساس ان يحضرون ويشوفون المنافسات العالميه. والله شوف الجمهور متعاون خاصه في موضوع المواقف وموضوع المشي وموضوع منطقه سبيرزون فيها عده خدمات، فيها عده زوار، فيها مثلا مجمع فلوجو فيها الحديقه، فيها الملاعب الرياضيه. فتخدم اكثر من فئه فعلى الجمهور انه اللي يهم انه يكون له في في مواقف له خاصه في عارف طريقه وين على انه يوصل لاقرب نقطته باسرع وقت في المواقف اللي هي الشماليه اللي هي موجوده عند استاذ الدوحه جريج استاذ الدوحه وقناه الكاس ممكن يستخدمها في شات الباص ممكن يشيله من الموقف وديه للملعب ومن الملعب لين يرجع لموقفه مره ثانيه وفي مواقف اللي هي عند العزيزيه الدفاع المدني يست يخلي سيارته هناك يستعمل النفق مال الريل للاخوان نشكرهم من وفروا لنا الخدمه انه نفق الريل عشان نستخدمه للمشاة بدل ما يعبر الشارع من فوق ويوصل لين بوابته فلله الحمد الامور طيبه بس ان, إن الناس انها تدش على موقع البطوله قبل ما توصل الملعب عشان تعرف المواقف موجود في الموقع يشوف فتح البوابات متى الموقف وين؟ عشان الناس يختصر على الامور هذه كلها. هذا اهم شيء نايف، يعني الواحد يكون مطلع على هذه التحديثات اول باول من خلال موقع الالكتروني الخاص بالبطوله وحتى وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا بصراحه لو بروح باخذ الريل على طول، اي باشوف اقرب محطه صوب بيتنا طقه واحده وحلو حتى يعني محطات قريبه لنا. والحلو انك ما تعبر الشارع تنزل من نفق الريل وهذا شيء جميل. اليوم آه النقيب مبارك يعني وفود كثيره جماهير كثيره خلينا نقول حتى مسؤولين لاعبين اليوم شنو هي مهامكم انتم في اللجنه الامنيه لتسهيل حركه الوفود ووصولهم بسلامه وسلاسه للمواقع طبعا احنا عندنا اكثر من فعاليه في, كل في نفس الوقت يعني عندنا احنا مثلا المنشآت رياضيه اللي هي فيها تقام عليها الفعاليات اللي منطقه الكورنيش فالماراثون الماراثون خليفة وعندنا التمرين اللي هو في نادي قطر الوفود اللي عندها طبعا تحركات الوفود طبعا إحنا تقريبا عندنا عشرة آلاف ضيف ثلاثة آلاف وخمس رياضي وعندنا 2500 اعلامي فاحنا مسؤولين عن تامين سيرهم من مناطق سكنهم الى تغطيه الفعاليات او الاماكن اللي تقام عليها الفعاليات ففي حركه مستمره في شوارع الدوحه على اساس انه فهذه لله الحمد احنا في خطتنا او عملنا كان مركز ان احنا نسهل الامور هذه وبنفس الوقت نحن ما ناثر على الحركه المروريه في اي مكان ثاني فلله الحمد خلال اربع ايام الامور ماشيه على ما يرام الضيوف مستانسين واللعيبه بعد والاعلاميين والله الحمد لله الامور ماشيه مثل ما نعم النقيب مبارك من وجهه نظرك الاستضافات السابقه للبطولات الرياضيه في الدوله واليوم يعني تسمى قطر بالدوحه عاصمه الرياضه فبرايك المسابقات اللي قبل كيف اسهمت بالجانب الامني من قدراتكم وكذلك التجارب اللي خذتوها من قبل؟ شوف احنا من جانب الامن او احنا نتبع النظم او الاساليب او المعايير الدوليه للامن والسلامه في, والسلام في المنشات الرياضيه. عندنا خبره الحمد لله اخذناها من القاده اللي يكبروننا او الاقدم منا من البطولات 2006 وبطولات الخليج ف هذه عندنا خبره تراكميه طبعا من الغاده اللي عندنا موجودين مرروها للشباب الموجود من الدورات من صار اكثر مفتاح بعد استضافه بطوله العالم صار في اكثر زيارات خارجيه لتشوف ايش التطور اللي حدث في التغطيه الامنيه على البطولات والفعاليات صارت دورات مكثفه صارت قطر مثل مركز تدريب للقيادات الامنيه اللي هي ممكن تدير اي حدث رياضي كبير عندنا مثلا برنامج المستوى البرونزي المستوى الفضي فلله الحمد احنا ماشيين على رتم متصاعد نستفيد من الخبرات اللي اكتسبناها من قياداتنا ونستفيد من الخدمات اللي تقدمها لنا الدوله في هذا المجال. جميل. نقيب مبارك تفضلت في بدايه كلامك انه على اساس الماراثون الليلي في كورنيش الدوحه في عدد من الاغلاقات خلينا نقول وايضا تحويل المسارات المروريه. اليوم شنو اهميه دور الاعلام؟ ودورنا احنا كمواطنين منقيمين على هذه الارض الطيبه على ان احنا نوعي الناس وانتشار كلنا ونتعاون مع هذه الاغلاقات في الفتره المسائيه. طبعا احنا من اساسيات خطتنا خاصه للافتتاح اللي صار في الماراثون في الكورنيش او السباقات اللي بتكون الحمله الاعلاميه. التواصل الاجتماعي، تلفزيون قطر، وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه. لان احنا وصلنا اكبر شريحه من الـ من الـ الجمهور لاحظنا في خلال الفعاليات قله الحركه حول المنطقه تعاون مش مصبوغ صراحه يعني احنا شفنا تعاون احنا متعودين من الجمهور كانوا متعاونين سعه صدر ورحب وعارفين ان الدوله عندها حدث كبير فهالشيء احنا طبعا خلانا نشتغل اكثر واكثر اكثر, اكثر يمكن نخلص الساعه 7:00 الصبح فالحمد لله هذه ساعدتنا كثيراً غير انك تبتي مثلا ثاني يوم تقلق كورنيش اسقون عندي ماراثون فبصير ربكه وبصير فالاساس الخطه كان الاعتماد اعتماد كلي على الاعلام وال.. والسوشيال ميديا شمي. زين شلون تواجهون ممكن الانتقادات يعني ممكن الغالب انه يتعاون معاكم وصلت الرساله وصلت الخرائط انتم بيض الله وجهكم حتى انشاتوا فيديو بتفاصيل انه وين راح يتسكر وين راح من الساعه كم لين الساعه كم لكن اكيد في بعض الانتقادات اللي تصير ممكن بعض المواقف فكيف تتعاملون معها احنا طبعا فعاليه رياضيه لازم يكون فيها انتقاد لازم انت تتعامل يعني اه تعامل مع حدث كبير سواء من رياضيين او جمهور او اه مهما اي شيء ممكن تتعامل معه فلازم يكون انتقاد والانتقاد هذا ما تاخذه انه شيء سلبي لك بالنسبه المفروض انه تاخذه شيء ايجابي تعدله فاحنا ما نكابر في موضوع انه لا احنا صح وغيرنا غلط او ان احنا نسوي لنا بي او غير الجمهور لا على لا احنا ندرس الموقف نشوفه اذا كان في اتجاه صحيح نتبعه واذا كان في الاتجاه خطأ طبعا ننساه جميل الله يعطيكم الصحه والعافيه على سعه صدركم غير مبارك لو تسمح لي بهذا السؤال اليوم بطوله مثل هذه بطوله عالميه اكيد فيها مختلف انواع الثقافات والجنسيات المختلفه اللي جايه من برا على اساس انها هي تحضر البطوله في قطر، كيف انتم كلجنه امنيه تتعاملون مع مختلف هذه الجنسيات بطبيعه خلينا نقول تصرفاتهم بطبيعه عاداتهم وتقاليدهم. مثل ما تفضلت لله الحمد قطر نظمت فعاليات كبيره ودوليه وعلى مستوى العالم خلال السنوات السابقه او خلال كل سنه عندنا تقريبا احنا يمكن اكثر من 50 60 بطوله دوليه او محليه او فالجمهور تعامل معه او هو الجمهور الرياضي واحد في كل مكان في العالم نعرف هو ايش يبي منه وهو عارف احنا ايش منه. فاعتقد الجمهور اللي جاي بعد جمهور يعني جاي من بلاده ما راح يجي هنا يسوي مشاكل يا يستمتع فاحنا نقدم الخدمه الزينه في الملاعب الرياضيه والخدمات الامنيه اللي هي تتوصل لقطر بالسلام وتراجع لبلاده بسلامه ويعيش الحدث الرياضي اللي هو جاي علشانه فاحنا كل اهتمامنا خاص في الفتره الاخيره انه يكون للجمهور اللي جاي من الخارج على اساس ان نقدر نتاقلم للبطولات والاستحقاقات القادمه حق دوله قطر زين لو تحدثنا عن نشاط اكاديميه التدريب عندكم، يعني اليوم انتم تستضيفون تقريبا من اكبر البطولات تاريخيا لدوله قطر، وقدامكم كذلك بطوله كاس الخليج، وبطوله كاس العالم للانديه، وفي استحقاقات قادمه باذن الله، فكيف النشاط وتاهيل كذلك كوادر اضافيه للجانب الامني؟ طبعا وزاره الداخليه تقوم بعمل الدورات والبرامج التدريبيه خاصه بما يخص الملاعب. عندنا قوة الاخويه كذلك عندنا اللجنه العليا للمشاريع اللي هي بعد تقيم الدورات والدورات الخارجيه والداخليه للضباط او من تسمية وزاره الداخليه تسمية الجيش او قوه الاخويه فلله الحمد في تطور في اشياء جديده في عمل اكاديمي كبير قاعد يصير في معلومات في فائده في قاعده ضباط على مستوى عالي من ناحيه التدريب من ناحيه التخطيط من ناحيه يعني تخطيط اي فعاليه فلله الحمد احنا ماشيين برتم عالي ومتسارع اساسنا نقدر نواكب التطور اللي حادث الحين حاليا والبطولات اللي تستضيفها الدوله. باذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. اليوم قطعنا شوط طويل وقدامنا ايضا مرحله مهمه لانجاح هذه البطوله واظهار قطر بصوره جميله للعالم مثل ما احنا تعودنا. ابرز النصائح اللي حاب توجهها لجمهور برنامج حياتنا لبعض الامور اللي لازم يلتزمون فيها خلال فتره البطوله على اساس ان احنا نقدر نتعاون وياكم كلجنه امنيه وننجح البطوله. احنا دوم نقول تروح ملعب لازم تلتزم بالمعايير الموجودة في الملعب موقفك تكون عارفه مسبقا تطلع على مكان الملعب مكان تذكرتك وين كرسيك وين مدخلك على اساس سهل عليك الامور طبعا خلال وجودك في الفعاليه حاول انك انت يعني ما تعيق ان خط سير او انك تحاول انك تستمتع وتخلي غيرك يستمتع، طبعا احنا جمهورنا ما 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 ما, ما عندنا شيء ممكن ان احنا نقول نوصي عليه او نخاف منه من الجمهور او ان بس احنا انه هو يكون دارس منطقه الملعب وين؟ مدخله وين؟ موقفه وين؟ وشلون بيجي للملعب وان شاء الله بتكون الامور طيبه ان شاء الله. نعم النقيب مبارك بلال العلي رئيس اللجنه الامنيه لبطوله العالم لالعاب القوى في 2019 بوزاره الداخليه، كل الشكر لكم وكل الشكر كذلك ل جميع القائمين على هذه البطوله وباذن الله انتم قاعدين تاخذونها للنجاح باذن الله تعالى. اشكركم على الاستضافه وعلى الدعوه هذه وان شاء الله كل معلومات وصلت قدرنا نوصل معلومه للجمهور اكبر شريحه يكون باذن الله الشريح. سبحانه وتعالى مشاهده الكرام نقول بيض الله وجههم رجال الداخليه وايضا لجنة المنظمه لبطوله العالم لالعاب القوى الدوحه 2019 جهد كبير نايف يعني احنا ما نشوفه من اليوم. يعني احنا شوف في فتره تبقوا لكن هم قاعدين يشتغلون من فتره طويله امانه كل الشكر لهم ونتمنى تعاون الجميع معهم على اساس الشيء الاهم انه تظهر دوله قطر بصوره مشرفه امام العالم اكيد فدائما اطلع على التعليمات تدخل على موقع التواصل الاجتماعي الخاصه بوزاره الداخليه، ادخل على الموقع الالكتروني الخاص بالبطوله عشان تعرف المواعيد والتفاصيل كلها وكذلك اذا كنت طالع ومستهدف انك تحضر البطوله فتقدر تستخدم وسائل نقل مختلفه الريل او حتى الوسائل الثانيه اكيد نايف احنا متواصلين وعندنا في جعبتنا العديد من الفقرات في حلقه اليوم برنامج حياتنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير إذا عودة لكم مشاهدينا ودائما من واحنا صغار نسمع مثلا ماله أول ماله لا تالي لازم احنا نكون متشبثين بتراثنا، بتقاليدنا وكذلك طبعا الزين منها اللي دائما ممكن انه يعطي الصورة الجيدة وكذلك انه يتطور معنا للمستقبل، فعلى طار التطور تصير معارض لو مثلا واحد يحب سوالف المقناص والأمور هذه في أدوات تطورت في أشياء جديدة صارت أحيان. في السوق سلمان، ففي معرض صار مؤخرا. في معارض كثيره نايف مؤخرا وفي معارض مستقبلا ان شاء الله. في الفتره الاخيره لاحظنا اهتمام كبير خصوصا من الجيل الشاب باحياء هذا الموروث من جديد، اذا تكلمنا عن المقناص الصيد وهذه جهود ترجع لعدد كبير من الجهات على راسها ممكن المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارة. فقراتنا القادمه ان شاء الله مشاهدينا الكرام راح تكون في هذا الموضوع ولكن بعد هذا التقرير. بطولة جمعية القناص هي بطولة شاملة تضم مسابقات متعددة، وتسعى الجمعية إلى تطويرها عاما بعد عام، وضخ دماء جديدة إليها من خلال إضافة بطولات جديدة. الاستعدادات جارية من قبل جمعية القناص تحضيرا لموسم 2019-2020. والذي يحوي العديد من البطولات والمنافسات في الصيد التقليدي بالصقور وبكلاب السلوقي، ويتكون برنامج بطولات جمعية القناص هذا الموسم من سبع بطولات. وبالتأكيد لن تخلو نسخة هذا العام من جديد اعتاد عليه أهل المجناص من قبل جمعية القناص لتعزز بذلك قيماً ثقافية وتراثية يتوارثها جيل بعد جيل. إذا في إطار اهتمامها الكبير بالتراث القطري الأصيل والمتمثل في الصيد التقليدي كشفت جمعية القناص القطرية عن برنامجها السنوي لموسم 2019-2020 والحافل بالعديد من البطولات والمنافسات في الصيد التقليدي بالصقور وكلاب السلوكي. مشاهدينا الكرام أعلنت إدارة جمعية القناص القطرية عن بطولة جديدة ستنضم لقائمة البطولات السنوية المميزة وهي بطولة رأس لفان. للصقور. ان شاء الله بنتكلم اكثر عن البرنامج السنوي وبطولاتها في الموسم الجديد ويسعدنا استضافه السيد محمد عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعيه القناص القطريه مساك الله بالخير. الله يمسككم بالخير ويا مرحبا ومسهلا. اول شيء قواكم الله على الجهود الموسم على الابواب ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والله يعينكم على التعب اللي تتعبونه طيله السنه. خلينا نتكلم بدايه عن ابرز ملامح البرنامج السنوي للموسم 2019 2020. احنا بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه السنوات الاخيره بدا فيها التخصص في مجال المسابقات والمقناص بشكل عام فضروري ان ننزل من بدايه الموسم يكون تحضير الاخوان اهل الطيور والصقاقير بشكل عام يحضرون تحضير جيد خصوصا ما شاء الله المنافسات في العشر سنوات الاخيره بدات منافسات قويه وصار فيها تخصص ومنافسات قويه فنزلنا السنة مثل ما تشوفون أنتم رزنامة جمعية القناص القطرية من خلال البطولة يعني فيها البطولات فيها الأنشطة الثانية اللي من خلالها أيضا نرعى يمكن النشأ والأطفال الصغار في في مثل هذه المسابقات والفعاليات. نعم أخوي محمد لو تطلعنا على أول البطولات اللي بتكون في هذا الموسم بالنسبة. احنا عادة نبتدي رزنامتنا ببطولة أصفري قطر. وعادة الأصفيري معروف بداية تحسن الجو في في قطر وهذه من أول البطولات اللي تنطلق في في رزنامة جمعية القناص القطرية وتكون تشمل على ست سبع بطولات اللي هي عبارة عن دعوة لطيور من مسافة 400 متر هذه تكون بداية تحضيرية حق المسابقات هذه المسابقة هذه عندنا البطوله الجديده هذه اللي مثل ما تفضلتوا في في بدايه المقابله بطوله راس لفان للصغور وهذه البطوله جديده وصراحه يعني ودنا نشكر من خلالكم برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي على الدعم الكبير اللي يوليه للشباب والثقافه القطريه بشكل عام صراحه ودي انا اتكلم في هذا الموضوع يمكن احنا اقترحنا عليهم مثل هذه البطوله وصراحه حصلنا صدر رحب ودعم كبير ونشكرهم على هذا الدعم ونتمنى ان شاء الله الاستمرار في المستقبل. الله. تليها جينا بطوله جمعيه القناص التنشيطيه وهي تعتبر من اقوى البطولات التحضيريه لمهرجان مرمي واللي تشمل على جزء كبير من مسابقات الموسم اللي فيها الطلع الطير وفيها مسابقات الدعو وفيها بطولة السلوقي وأيضا فيها بطولة الصقار الواعد والصقار الصغير فتعتبر من البطولات القوية والثقيلة في في رزنامتنا صحيح. تليها جينا راح يكون إن شاء الله تاريخ سبعة 12 عشر بطولة اليوم الوطني ونشكر أخوان من خلالكم أخواننا في لجنة اليوم الوطني على الدعم المستمر لهذه البطولة وهي البطوله اللي تسبق المهرجان الكبير اللي هو مهرجان مرمي يعتبر نهايه المسابقات بالنسبه لي الطير واعتقد ان مهرجان مرمي الحمد لله رب العالمين مهرجان كبير والتحضير للمسابقات هذه يمكن يكون التحضير للمهرجان الكبير اكيد رزنا حافله بالفعاليات والبطولات واكيد هالطيور يستعدون من الحين ومن قبل على اساس المنافسات، نرجع بس نتكلم على اساس نعرف الساده المشاهدين بالبطوله الجديده اللي هي بطوله راس لفان للصقور، ابرز ملامح هذه البطوله، شو الجديد اللي تميز فيه هذه البطوله عن البطولات الاخرى؟ بطوله راس لفان يمكن احنا مركزين وبرنامج التواصل الاجتماعي في في راس لفان حريصه على نقل هذا التراث من من الاباء الى الابناء فراح يكون فيها مسابقات دعوه ايضا فيها مسابقه الصقال الواعد واللي هي من سن 10 الى 15 سنه وايضا مسابقه مسابقه الصقار الصغير اللي هي من ست الى عشر سنوات احنا حريصين و احنا حريصين من قبل وايضا برنامج التواصل الاجتماعي حريص على نقل هذا الموروث الى الابناء. فيمكن يمكن هذا اللي يميز هذه البطوله وبطوله جديده يمكن يعني ما شاء الله موسمنا احنا مزحوم وزادت الزحمه هذه البطوله فاحنا صراحه سعيدين بهذا الدعم وسعيدين يعني بهذه الكثافه بالنسبه للمسابقات لان يعني الفتره الاخيره بدأ تخصص بنسبه نسبه كبيره لاخواننا الصقاقير في مجال المسابقات وهذا الشيء صراحه يسعدنا ان الناس بدات تخصص بدات تحافظ على التراث بشكل عام وايضا نوصل هذا التراث الى الاجيال الجايه والحمد لله رب العالمين في اقبال طيب من جزء كبير من عيالنا. بالنسبه للمشاركه لازم يحضرون عندكم في الجمعيه ويسجلون هل يحتاجون عضويه من قبل؟ هل في معايير معينه متطلبات؟ احنا بالنسبه للمسابقات ما في مجرد الحضور في في اوقات تسجيل المسابقات. اللي راح ينطلق على سبيل المثال في بطوله فريق قطر من تاريخ 21 اكتوبر الجاي ان شاء الله الى تاريخ 23 مجرد حضوره آه الان نحن بدينا نستخدم الرنق البلاستيكي اللي فيه شريحه تعريفيه بالنسبه للطير هذا يساعدنا ان شاء الله في البطولات الجايه ان حتى التسجيل راح يكون نتمنى ان شاء الله انه راح يكون الكتروني وراح يسهل عمليه التسجيل في المستقبل ايضا مواصفات الطيور الموجوده كل شريحه من الطيور لها شوط معين بالنسبه للمسابقات ما اعتقد ان جزء كبير من اخوان المتسابقين يعرفون ويعرفون طريقه التسجيل ولا سهله جدا جميل دائما ختام المنافسات تكون في بطوله نارمي لها صدى الكبير تسبق بطوله بارمي مثل ما تفضلت اللي هي بطوله اليوم الوطني اللي تعتبر خلينا نقول بروفة قبل مرتين تكلم صحيح. اكثر عن بطوله اليوم الوطني وتعاونكم مع لجنه الاحتفالات احنا تقريبا هذه رابع سنه جالسين نتعاون مع اخواننا في اللجنه المنظمه لاحتفالات اليوم الوطني مشكورين على هذا الدعم وهم صراحه حريصين على على هذا الدعم. فنظرا للاقبال كبير احنا من من قبل الصقاقير على مثل هالمسابقات احنا تقدمنا باقتراح تقريبا قبل اربع سنوات لاخواننا في اللجنه المنظمه لاحتفالات اليوم الوطني صراحة دعمونا في في هذه الفكرة ودعمونا في في البطولة كاملة فيها في مثل ما ذكرت لك أنا فيها بطولة الدعوة بكافة أنواعها نتأمل إن شاء الله إنه راح يكون فيها فيها مسابقة للطلع مسابقة الطير الطلع وأيضا مسابقة للصقار الواعد فالحمد لله رب العالمين جزء كبير من مؤسسات الدولة جالسة تدعم هذا التراث وحريصين على ايصال هذا التراث والمقناص بشكل عام الى الابناء. <applause> يعني من شوي تكلمت عن المشاركين اللي قاموا يتخصصون في موضوع الصيد كذلك في جانب من صوبكم اللي هو تنظيم بطولات وكذلك ممكن تدريب للصقار الصغير فلو تحدثنا عن الاهتمام في النشء وزرع هذا الموروث فيهم. احنا في البدايه يعني من 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 جمعيه القناص القطريه وهي حريصه على ايصال هذا التراث من من الاباء الى الابناء. واحنا وجدنا صراحه من خلال يعني تفاعلنا مع مع اخواننا وعيالهم ان حريصين لعيال والابهات اولياء الامور حريصين على ان يعني ينتقل هذا التراث من جيل الى جيل. فمن خلال ايضا من خلال زياراتنا للمدارس من, من خلال زيارات المدارس لمبنى جمعيه القناص الغطريه في في الحي الثقافي كتاره جالسين يعني نحاول ننقل هذا التراث ايضا ايضا نوصل ثقافه الصيد المستدام بالنسبه للاجيال الحمد لله رب العالمين جالسين نشوف ثقافه 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 المحافظه على البيئه بشكل عام بالنسبه للاجيال الناشئه الان ثقافة كبيرة ثقافة محافظة على الحياة الفطرية للطيور ثقافة المحافظة على الحياة البرية بشكل عام هذا الشيء صراحة يسعدنا يعني اللي لاحظناه ايضا احنا عندنا احد المشاريع اطلاق الصقور اعاده اطلاق اطلاق الصقور للطبيعه لاحظنا ان العيال الصغار هم حريصين على ان يهد الطير مره ثانيه للطبيعه فشيء صراحه يسعدنا والحمد لله رب العالمين ثقافه الصيد المستدام منتشره عندنا في قطر بشكل كبير وهذه حوايد هالقطر صراحة يعني من استوى وهم حريصين على بيئتهم واعتقد ان رؤية قطر عشرين ثلاثين محافظة على البيئة الحمد لله رب العالمين موجودة في عيالنا وشيء طيب صراحة نسعد فيها شيء. الحمد لله يا رب اليوم وايد من أولياء الأمور حريصين خلينا نقول على إيصال هذا الموروث لعيالهم ويربونهم على هذه الأشياء اللي ممكن هما تعلموها في الصغر، ممكن ما تكون عنده الاساليب على اساس انه هو يعلمهم فيحتاج في للمختصين مثلكم في جمعيه القناص القطريه، فشلون ولي الامر ممكن يدخل ولده عندكم في الجمعيه طول السنه على اساس انه هو يتعرف على جديد فعالياتكم وايضا تكون عنده هذه الهوايه وهذا الموروث. يمكن انا واحده من الاشياء اللي اللي حاب اذكر فيها ونسيتها يمكن عندنا احنا معزاب القناص الصغير واحده من الانشطه الموجوده عندنا. راح تكون من تاريخ 22 إلى 26، هذا البرنامج واحدة من البرامج الموجودة عندنا في جمعية الناس القطرية، وهي اللي ينتقل الولد من بيئة بيئة البيت إلى بيئة البر ومحاكاة الطبيعة في الواقع. صراحة وجدنا إقبال كبير من من الأبناء وأيضاً من أولياء الأمور. آه، هذه صراحة تنمي عنده مواهب كثيرة من ضمنها الاعتماد على النفس من ضمنها الفراسة من ضمنها أداب المجلس من ضمنها شد الذلول قص أثر الطرائد الموجودة في الطبيعة فهذه واحدة من البرامج إضافة إلى البرامج الموجودة عندنا مثل المسابقات صراحة يمكن تخلي الولد يحضر تحضير جيد إنه يكون في المستقبل صقار وقناص فهذه كلها مشاريع الحمد لله رب العالمين حصل اقبال طيب من اولياء الامور ومن الابناء واحنا دائما مكاتبنا مفتوحه والجمعيه ايضا مفتوحه اضافه الى الزيارات اللي جالسين نقوم فيها لكثير من المدارس والمعاهد التعليميه الموجوده في الدوحه اخوي محمد خلال حديثك الفتني مصطلح الصيد المستدام نعم. لو تفصل لي اكثر وش اللي تقصدون فيه اه واللي تبون تحققونه باذن الله من وراء احنا يمكن فتره من الفترات كانت الطرائد تعرضت لشبه انقراض فالحمد لله رب العالمين من خلال مراكز كثار الموجوده في الدوله قدرنا ان ننتج الطريده الاساسيه اللي هي الحباره ايضا ثقافه ان يمكن جزء كبير من المشاهدين يدري انه فتره من الفترات صار في تباهي بموضوع الصيد فالحمد لله يعني الفتره الاخيره قدرنا ان نوصل ثقافه ان تصيد حاجتك واللي يزيد من حاجتك ما في داعي انك تصيده ايضا مواسم تكاثر الطرائد هذه مثل الارنب اللي موجوده دائما عندنا في قطر لها مواسم تتكاثر فيها وزاره البلديه والبيئه واضعه بعض القوانين اللي مسموح بصيد الارنب على سبيل المثال في مواسم معينه فهذه القوانين الان من خلال زياراتنا للمدارس من خلال زياره المدارس لجمعيه القناص القطريه احنا جالسين نشرح لهم كيفيه المحافظه على الحياه الفطريه بالنسبه للطرائد الموجوده عندنا في قطر ولقينا الحمد لله مردود طيب وتفاعل طيب الحمد لله. جميل. اليوم سيد محمد ايضا اكيد مهتم لايصال رساله للجمهور من خلال وجودك معنا في برنامج حياتنا، شو الرساله اللي حاب توجهها للشباب خصوصا للحفاظ على هذا الموروث ونقله جيل ورا جيل صراحه نشكرهم على يعني على على تمسكهم بموروث اهلهم واعتقد ان اهلنا الاولين كانت عندهم يعني اسلوب وعادات واطباع في في المقناص وفي غيره من الاخلاق الحميده اللي معروفين فيها في القطر. فاحنا نحثهم على المحافظه على على هذه الاسلوب والعادات الطيبه اللي معروفين فيها القطر بشكل عام. الله يعطيك العافية ومشكورين جميعا في جمعية القناص القطرية سيد محمد عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناصة القطرية موفقين إن شاء الله في هذه الرزنامة والله يعينكم شكرا ويا مرحبا موفقين يا رب نايف نطلع شوي من جو الاستديو. الحلابي من ساعه طرش لي مسج ما قدرت ارد عليه، قاعد يقول لي ان اهو موجود وجاهز وقدام كاميرته وبيعطينا ان شاء الله نقل مميز. خلاص راح ننتقل الحين نايف من استديو برنامج حياتنا مباشره لزميلنا عبد الله الحلابي في فندق الرز ونتعرف على الفعاليه اللي موجوده عشانها هناك عبد الله، عبد الله مساك بالخير والكلمه عندك. مساكم الله بالخير الزملاء في الاستوديو طبعا احنا موجودين في فندق ريز كارتون وتحديدا في برنامج التفرغ لرياده الاعمال لقيمة بنك قطر للتنميه طبعا راح نتكلم اكثر عن هذا البرنامج مع السيد ابراهيم عبد العزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشاريه وحاضنات الاعمال في البدايه راح فيك ويانا في أه تلفزيون قطر خلينا نتكلم في البدايه عن هذا البرنامج وشلون جاتكم فكره تنفيذ هذا البرنامج طبعا دور بنك قطر للتنميه دور كبير في تذليل الصعوبات اللي يواجهونها رائدي الاعمال. وايضا اللي هو تنشئه او تهيئه المناخ مناخ ريادي ريادي الاعمال. طبعا تغلبنا على تحديات كثيره خلال السنوات الماضيه الحصول على المعلومات، التدريب، الحصول على التمويل، دخول برامج حاضنات الاعمال فالحمد لله قضينا او ذللنا كثير من هذه الصعوبات. الان احنا في مرحله تطوير هذه الشركات طبعا هنالك ايضا تحديات في تطوير الشركات احد التحدي الرئيسي هو ان يكون صاحب الشركه القطري او مالك الشركه اللي هو يدير الشركه ويطور هذه الشركه فطبعا من البحوث اللي عملناها وجدنا ان افضل حل ان القطري يكون ملم بشركته ويدير شركته 100% ان احنا نفرغه لمده زمنيه معينه وهي سنتين ومن ثم الحمد لله وجد آه هذه المبادره كانت نتائج هذه البحوث البحوث وتذليل الصعوبات. آه الحمد لله كانت كان هذه المبادره تاسست بالتعاون مع جهات كثيره واهمها وزاره التنميه الاداريه. آه طبعا البرنامج عباره عن تفرغ لمده سنتين للوظائف للرائدي الاعمال في الوظائف الحكوميه. آه يجب ان يكون رائد الاعمال هذا استغل على ثلاث سنوات في الجهه الحكوميه. وسنه على الاقل اذا غير من جهه حكوميه لجهه حكوميه اخرى. يجب ان تكون الشركه قائمه، مش شركه في مرحله الفكره ولا في مرحله التاسيس، يجب ان تكون قائمه لمده اقل شيء لمده سنتين ويكون هناك قوائم ماليه تثبت تشغيل هذه الشركه. طبعا الهدف منه ان احنا نعزز الاقتصاد نوجد جيل ثاني او خط ثاني من الشركات الناشئه. نعمل على تصدير هذه المنتجات او الخدمات من الشركات القطريه الى اسواق عالميه اخرى. سيد ابراهيم يعني متى راح تبدون في استقبال تقديم الطلبات؟ متى الناس ممكن انهم يشاركون في هذا البرنامج؟ طبعا احنا راح نفتح تسجيل تاريخ 13 اكتوبر. وراح يقفل التسجيل في 24 ديسمبر من هذه العام طبعا راح نعمل ورش تدريبيه، راح نعمل ايضا ورش تعريفيه اخرى بحيث ان احنا نغطي جميع الفئات المستهدفه او الفئات اللي حابه تنضم الى هذا البرنامج. راح يكون هنالك مراحل للتقييم ما بعد اغلاق التسجيل راح راح يمرون في مراحل تقريبا خمس مراحل. مراحل راح يتضمنها لقاءات لقاءات او انترفيوز او مقابلات، راح يتضمنها ايضا زيارات ميدانيه لهذه الشركات. راح يتضمنها ايضا اجتماع او لقاء اخير مع او انترفيو مع عده جهات بحيث انه يتم اختيار المتاهلين النهائيين. نعم كلمه اخيره تحب توجهها للمشاهدين وللناس اللي عندهم يعني انه ودهم يشاركون في هذا البرنامج. طبعا انا اعتقد بيئه رياده الاعمال في قطر الان تختلف تماما عما كانت عليه من خمس سنوات. اثبتت الشركات القطريه قدرتها على التنافس وقدرتها على انها تضيف يعني خلينا نقول اضافه الى الاقتصاد القطري. انا اتمنى من رائدي الاعمال المتحمسين اللي فعلا يديرون شركات أن يستغلون هذه المبادره ويستفيدون منها واحنا دائما في الشوفه بنساعدهم ان شاء الله بحيث ان نضمن نجاحهم. نعم انتم ما تقصرون يعطيكم العافيه. آه عافيك. يعطيكم طبعا السيد ابراهيم عزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الشهريه وحاضنات الاعمال يعطيك العافيه وما قصرت يعني مشاد الكرام هذا اللي شفناه في هذا البرنامج، نتمنى يعني اللي عنده فكره عنده حب لرياده الاعمال انه يدخل ويشارك معاهم، راح يوفرون لكم كل شيء راح يساعدونكم في كل شيء محتاجين ان شاء الله في هذه في هذا البرنامج، هذا اللي عندنا وعوده للزملاء في الاستديو. بيض الله وجهك اخوي عبد الله ما قصرت على هذه التغطيه كنت متواجد معنا من فندق الريد كارتون سلمان نقلب جد شوي. يلا عندك الموضوع. يعني في الفتره الاخيره في انتشار لظاهره التصوير للحوادث وهذه حتى من بس الفتره الاخيره في فترات ومواسم قاعده تمر خاصه في المواسم الشتويه. والانتشار يكون في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ما نسيء النية ونقول بهدف التعليق وأخذ أكبر عدد من المشاهدة والمتابعين هالسلوك مشاهدي الكرام ينتهك حرية وخصوصية الآخرين في هذه الظروف الصعبة الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى ان عندنا في قطر ثقافه لاحترام الخصوصيه لكن بالتاكيد وجود القوانين يكون مهم جدا لنضبط هذه التصرفات ونتخذ معها الاجراء القانوني الرسمي فبنتكلم اكثر ان شاء الله في هذا الجانب ويسعدنا ان يكون معنا المحامي جنان الهاجري راح يحدثنا عن الراي القانوني عن هذه الظاهره واهم التشريعات التي وضعت للحد منها مسك الله بالخير يا مرحبا الله يمسيكم بالنور أنا سعداء جدا بتواجدك معنا في حياتنا وانت ايضا عضو في مجلس اداره جمعيه المحامين القطريين بدايه نبي نتكلم عن القوانين اللي موجوده بخصوص تصوير الحوادث المروريه سواء وفيات وحتى اصابات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وانا شاكر لكم هذه الاستضافة لنسلط الضوء على ظاهرة فعلا تعتبر ظاهرة يعني تتفشى في المجتمع بين فترة واخرى اللي هي ظاهرة تصوير الحوادث للمصابين او المتوفين في الحوادث. لا شك ان دولة قطر حال حال اي دولة تسعى الى احترام حرية الناس وخصوصياتهم وعدم التصوير فيما يتعلق بحرمة الناس فلذلك يعني قانون العقوبات جاء بالنص على هذه العقوبه فكل من يقوم القانون واضح انه كل من يقوم بنشر صور او اخبار او تعليقات تتعلق بالمصابين والمتوفين لا شك انه يعاقب عليه قانون العقوبات طبعا حال المواد اللي ذكرت منها من ضمنها كل من قام بنشر اي اي موضوع يتعلق بحرمه الحياه الخاصه في السابق طبعا كانت العقوبه يمكن تصل لدرجه سنه والحبس اللي هي الحبس سنه والغرامه لمده او اللي تتراوح الى الى 5000 ريال. مع تفشي هذه الظاهره وشكوى كثير من ذوي يعني الاسر او غيرهم القانون ليس قرآن منزل، بين فتره وأخرى يحتاج المشرع إلى إعادة هذا القانون أو إعادة صياغته أو تعديله مره أخرى. فلذلك أضاف المشرع ماده أو فقره في قانون العقوبات أضاف فيها بند كل من قام بنشر صور أو مقاطع الفيديو للمصابين والمتوفين بالحوادث. سابقاً ما كانت موجوده. بانتشار هذه الظاهره اللي نشوفها من على الشباب أو أي شخص سواء كان في المجتمع. يصور او اذا يعني شاهد لحادثة وغيره مجرد صور بالجوال ونشر هالصور وتعرف هذه كلها مردود سلبي على يعني ذوي الاسر او الاهل انه سبحان الله يمكن يشوف ولده او اخوه رايح مكان معين في لحظات يوصل خبر انه متوفي عن طريق عن طريق جهاز الجوال او عن مواصل اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي فلذلك شدد القانون باضافه هذه الماده او هذه الفقره وكذلك شدد على العقوبه بمعنى كانت في السابق تصل يصل الحبس فيها كل من قام بهذا الفعل سنه أيوة. وغرامه 5000 ريال، شدد عليها باضافته ان الغرامه تصل ل 10000 ريال والسجن يصل لدرجه اللي هي مده سنتين. يعني هذا يتكلم بحمايه الخصوصيه، نفس الموضوع ينطبق حتى لو في مكان عام، واحد صور شخص وتم تداول هذه الصوره؟ القانون كذلك عالج عالج هذه الظاهره، في بعض الناس يصور مكان عام او غيره. ممكن انت صورت مكان عام من فعاليات هذا شيء طبيعي مم. بس اللي تكلم عن حرمه الحياه الخاصه مم. ذكر هذه في الماده 330 من 331 من قانون العقوبات انه كل من قام بنشر بإحدى طرق العلانيه كل من قام بنشر اخبار او صور او تعليقات تتصل بحر باسرار الحياه الخاصه او العائليه ولو كانت صحيحه يعاقب بالحبس لمده سنه او العقوبه تصل لمده خمس سنوات اليوم حتى لو كان صحيح اليوم الموضوع ما يتعلق فقط بمن يقوم بتصوير هذه المقاطع سواء صوره او حتى فيديو حتى من يقوم بنشر هذه الاشياء كذلك من قبل او من ساعد على نشر القانون لو نرجع نقول هل الفعل يقتصر فعلا العقوبه تقتصر على الفاعل نفسه ولا كل من ساهم او كل من شارك يعني شخص مثلا صور وراح معاه شباب اخرين او انتشرت عبر الواتساب ونشرها تصل العقوبة تصل كذلك تشمل كل من يساعد أو يساهم في نشر هذه الصورة أو الفيديو ولا غيره فهي نعتبر في النهاية أخواني هي ثقافة شبابنا يمكن بعض الناس يعني يسوي هذا الشيء من باب الفضول صحيح او عدم علمه بالقانون او ممكن ولا كلامك بخير حاب انه يوصل رساله للناس يعني كعبره لكن يجهل القانون كما ما هو انت ممكن توصل رساله كعبره او مثل ما تفضلت بعضهم من باب العبر والله شوف الشاب توفى من السرعه الزائده والى اخره بس الشاب هذا وراه اسره وراه اب وراه ام يتعلق يعني يتقطع قلبه على لو شافت منظر الحادث صحيح يمكن يجينا خبر لا سمح الله خبر وفاه ابن لي او لا سمح الله او اي اب الله يحفظهم يا امين اجمعين ولكن لما اشوف ذلك يجيني اسمع خبر وفاته وبالاضافه ان يوصل لدرجه الفيديو اللي في اللحظه اللي توفى فيها، هذا بيكون فيه تاثير نفسي صحيح على الشخص. صحيح. فلذلك القانون عالج هذه الظاهره وشدد على العقوبه فيها واللي تكون رادع للناس. وممكن ترى بعد ما يتم النشر حتى بمحتوى صحيح يعني ممكن يصور ممكن واحد مثلا على الارض لكن ما توفى. فيتم تصويره وانه وانت ممكن في لحظتها يعني لما لما يشوف حادث على الطريق حادث لا سمح الله يقول شديد او شنيع زي ما يقول المثل وصور هذا والله قال السائق انتقل لرحمه الله توفى وانتشر هذا تعرف وسائل التواصل الاجتماعي سبحان الله في لحظه البر صحيح. توصل في في بسرعه فائقه فلذلك يمكن يوصل الخبر لاهل الشخص هذا المتوفي او نقول المصاب وهو لا زال على قيد الحياه صحيح طيب وش ذنب او نقول وش وضعها لما تعرف مثلا الام يتقطع قلبها توفى ولدها جميل. وهو في في الواقع لا زال على قيد الحياه. صحيح. رجل كونك اليوم محامي وواعي جدا في الامور القانونيه، يعني مثلا اليوم قطر مثل ما هي معروفه ان فيها مختلف كبير من الجنسيات والثقافات المختلفه، مثل هذه القوانين شنو اهميه ان احنا نترجمها وننشرها للجميع، ممكن واحد يعني يسوي شيء بحسن نيه ولكن هو في طبيعه الحال يخالف القانون. هو سؤالك جميل وقطر مثل ما تقول حاضنة لجميع الجنسيات والثقافات ولله الحمد, الحمد لله واحد أمن وأمان فضل الله عز وجل نسأل الله أن يدوم علينا ولكن يمكن كثير من الناس سواء مواطنين أو نقول مقيمين ما عندهم علم بالقانون والقانون يكون في علمك لا يرحم بمعنى إذا وقع الجرم هناك قانون رادع سنته السلطة العامة أو نقول المشرع للحفاظ على يعني اسرار الناس نقول حفاظا على سلامه الناس الحفاظ على الامن والامان في النهايه نقول القانون هو مو وضع الا لتنظيم سلوك الافراد في المجتمع مقترن بعقوبه كل من يخالف هذا القانون لا بد من ردعه لا بد من عقوبته بس كيف انه يتم نشر هذه الثقافه عن طريق وسائل اللي هي التواصل الاجتماعي عن طريق البرامج الحواريه الهادفه مثل برنامجكم اليوم ان الناس نوعي الناس ونوصل الرساله ان كل ان القانون موجود وحياة الناس خط أحمر أسرارها خط أحمر لا يلا 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 يسمح بأي حالة الحالة أنك تنشر أسرار الناس أو تطفل حتى عليهم حتى لو تطفلت حتى ولو كان القانون قال حتى لو كانت الافعال هذه الصور او الاخبار او التعليقات حتى لو كانت صحيحه ونشرتها يعاقب عليها القانون الهدف منها حمايه اسرار الناس لانه ما حد يرضى ان تنشر اخباره او اسراره الخاصه يمكن خاصة. انا ما فهمت القانون بالطريقه الصحيحه وشفت حادث مروري وشفت واحد انصاب لا سمح الله جيت انا كتبتها كتابه قلت والله سياره كروزر لونها كذا كذا رقمها كذا كذا صار لها حادث وصاحبها تقريبا في حاله صعبه هل يعتبر نفس الشيء انا من ضمن هالقانون؟ انت في هذه الحاله مش هل الافضل انك ترفع السماعه على يعني اللي هي الجهات المختصه والشرطه وتبلغهم بالحادث او انك مجرد انك تنشر من باب الفضول انا مثلا شخص حاب اوصل رساله للناس. القانون او المشرع ذكر لك طريقين انك تتخذ الطريق العادي بالاتصال بالجهات المختصه لاسعاف اذا كان هدفك اسعاف هذا الشخص المصاب. مو بشرط انك تروح او انك والله تنشر خبر عن اسمه ونوع السياره وغيره وغيره القانون واضح جاي. قال كل من قام بنشر مقاطع للفيديو وللمصابين او المتوفين في الحوادث زين ندخل شوي اكثر في على اساس نستفيد من تواجدك معنا في البرنامج ما. اليوم حتى نشوف بعض التصرفات تنم من خلال الصغار اللي هم تحت سن 18 سنه مثلا تصوير الحوادث او نشر هذه الامور، اليوم شنو تصرف القانون مع هؤلاء الاطفال وايضا دور اولياء الامور في توجيههم. ما هو القانون واضح، قال لك ما قال صغير سن او كبير سن شامل، طبعا ما فوق السبع سنوات هنا يعاقب بموجب القانون. يعني اصبح لديه علم، بنقول هذا صغير سن وجاهل بالامور، قبل كذلك يجب ان يكون عنده ثقافه، يجب ان يكون عنده توعيه. يجب ان تتدخل الاسره في توعيه هذا الطفل، وهذا احنا اليوم قاعدين نتكلم في هذه اللحظه، صحيح. ولكن اذا قام بهذا الفعل فانه يعتبر معاقب ويقع تحت طائله القانون. اذا كان سنه صغير فهناك شرطه للاحداث وهناك محكمه للاحداث وهناك دار رعايه للاحداث والقانون شمل العقوبه سواء شخص كبير السن او انه صغير بالسن. يعني هنا دور ولي الامر و مساله خطره butcher... يعني نعم مساله الدور ليس فقط يكون على الـ 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 ولي الامر. على المجتمع بشكل عام متضمن او نقول دور الاسره دور المدرسه دور المسجد كذلك دور غير نبين للناس نوضح لهم ان القانون واضح والعقوبه هذه خط احمر كل من قام بالتصوير سواء المصابين او المتوفين يجب انه معاقبته على اساس يكون عبره الغير <applause> زين واللي ممكن ينشر مثلا سباق سرعه مثل في سيلين تصير احداث كبيره خاصه احنا داخلين على الموسم الشتوي والله ف يعني اعتقد ان انت فاهم حتى خبايا اللي يصير اكيد والله سيلين هذه يعني يعتبرها حلبة سباق وللاسف بين فتره واخرى وبين حين واخر نسمع اخبار يعني عور لها تعور القلب صراحه ان لما يجيك خبر شاب في عمر الزهور وتوفاه الله عز وجل بسبب يعني نقول ظاهرة للأسف أنا أتمنى القضاء عليها نتمنى تعاون الجميع إذا كان هذا الشاب عنده طاقة مثل ما نشوف شبابنا أنهم يجتمعون في مكان معين ويستعرضون ومما يؤدي إلى يعني خطورة على حياتهم يجب أن الشباب هنا يعني ينصحون بما النص يتم توجيههم لقضاء فراغهم في أشياء أو نقول ثقافة نقول رياضات تعود عليهم بالنفع ولا سليم وما كل هذه للأسف أصبحت يعني مقبرة للشباب مع فلكن وزارة الداخلية لا ننسى جهودها في ذلك وسعيها ولكن محتاج تكاتف الجميع أكيد اليوم اخوي جدنا مع وصولنا في ختام هذه الفقره، احنا يعني نتكلم بهذا الجانب التوعوي لان الموضوع خطير ومهم بالنسبه للساده المشاهدين، لكن في الجانب المقابل الحمد لله احنا نشوف وعي كبير، شو تجاوب للناس مع مثل هذه الامور، فالكلمه اللي حابب توجهها للجمهور، اولياء الامور، المجتمع بشكل عام في خطوره هذه الافعال. كلمه اخيره، اولا شاكر لكم الاستضافه، وفي النهايه نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم الامن والامان على بلدنا الغاليه قطر. ولا شك ان القانون احب اوضح للجميع ان القانون موجود وكل من يعني شخص يخالف القانون راح ياخذ جزاء سواء من باب انه تطفل او سواء من باب حسن النيه ولكن تعتبر هذه ثقافه يجب ان نربي ابنائنا عليها ويجب ان ننشر هذه الثقافه اللي هي عدم تصوير المصابين وكذلك المتوفين في الحوادث او بشكل عام كل ما يتعلق بحياه الناس الخاصه والعائليه ولو كانت صحيحه. نعم المحامي جدنان الهاجري عضو الجمعيه القطريه للمحامين شكرا جزيلا لك ومشاهدينا راح ننتقل معاكم نشوف تقرير عام عن معهد دراسات الترجمه بجامعه حمد بن خليفه واهتمام دوله قطر بتعليم اللغات وتعددها نشوف معاكم هذا التقرير ونكمل حديثنا في هذه الحلقه. اسهم معهد دراسات الترجمة في جامعة حمد بن خليفة في إعداد خريجين مؤهلين في المجالين الأكاديمي والمهني، وذلك عبر تعزيز البحوث في مختلف مجالات دراسات الترجمة وخدمة المجتمع، من خلال تعليم اللغات الأجنبية وتقديم خدمات عالية الجودة في الترجمة التحريرية والشفوية. المعهد ينظم مجموعة متنوعة من الفعاليات الدولية والمحلية على مدار العام. ويتيح للجمهور إمكانية المشاركة في العديد منها بالإضافة إلى تعاونه مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين ترجمة لرسالة المعهد الأساسية في إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيلهم لمسيرة مهنية ناجحة كمترجمين تحريريين ومترجمين فوريين في التخصصات اللغوية المختلفة ومساهمين في دفع عجلة نمو الاقتصاد المبني على المعرفة. الحين مشاهدينا الكرام استضافت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومعهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة موظفين رفيعي المستوى من عدة سفارات أوروبية بدولة قطر خلال احتفال نظمه المعهد بمناسبة اليوم العالمي للترجمة أكيد تهدف هذه الاحتفالية لدعم المبادرات اللي تعزز المهارات اللغوية وعملية تدريس اللغات وكذلك الترجمة بحديث أكثر مشاهدة الكرام سعدنا أن يكون معنا في الاستديو سيد مازن الفرحان أخصائي تدقيق الترجمة بمعهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة مسي عليك بالخير بداية ونسعد بتواجدك في حياتنا مساء الأنوار أنا الأسعد بوجودي في البرنامج سيد مازن لو أنت عن الاحتفالية هذه والأشياء اللي أنتوا قمتوا فيها آه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الدولي آه للترجمة هو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على أهمية الترجمة في عالمنا والإشادة بإنجازات المترجمين التي لا غنى عنها من أجل التقريب بين الحضارات ونقل العلوم والمعارف بين الشعوب والمساعدة في مد الجسور بين الثقافات أيضا والإسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين من هذا المنطلق احتفل اليوم معهد دراسات الترجمة بالجامعة جامعة حمد بن خليفة بهذه المناسبة وعقد ندوه نقاشيه حضرها عدد كبير من المهتمين بالشان بشان الترجمه من شتى الوزارات واذكر منها وزاره العدل وشركه اريدو ومراكز بحثيه اخرى في الدوله ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين اليوم في العصر الرقمي وعصر العولمه. جميل وتبادل الخبراء الراي حول آخر المستجدات في هذا الموضوع وضرورة أن يواكب المترجم اليوم التطورات التي يشهدها العالم في الثورة الرقمية وما تمخض عنها من برمجيات تساعد المترجم في أداء عمله بدقة وتوفير الوقت في عملية الترجمة جميل. سيد مازن لو نسألك ما سبب اختيار تاريخ 30 تسعة بالتحديد للاحتفال باليوم العالمي للترجمة 30 تسعة أو 30 أيلول سبتمبر له دلالة تاريخية هو يصادف ذكرى وفاة القديس جيروم الذي يعده الكثيرون قديس المترجمين في العالم لكن المنادات بضرورة وجود يوم دولي للترجمة لم تبدأ منذ عهد قريب صحيح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم الثلاثين من سبتمبر في عام 2017 فقط للتسليط الضوء على الترجمه ولكن الدعوات الى الاهتمام بهذا اليوم كانت في الالفيه السابقه في عام 1991 نادى الاتحاد الدولي للمترجمين بضروره وضع يوم نقدر فيه جهد المترجم المحترف في العالم وما يبذله من انجازات في الوصول الى الثقافات الاخرى الى نقل العلوم بين الثقافات والشعوب الى بناء الحضاره الانسانيه بشكل عام. اذا 30 سبتمبر يصادف ذكرى تاريخيه وايضا ذكرى اعتمدتها الامم المتحده كي تكون مناسبه رسميه. نعم وبالتالي نحن مثلنا مثل بقيه دول العالم، المترجمون في العالم العربي يحق لهم ان يحتفلوا بمنجزاتهم في هذا اليوم. من اجل ان يعطوا انفسهم دفعه اضافيه للمزيد من العطاء في قادم الايام. نعم، يعني تاريخيا تم ابراز هذا الدور، دور المترجم وكذلك اعطاء حقه واليوم جامعه احمد بن خليفه يعني كذلك تساهم في ابراز هذا الدور، فلو تحدثنا عن جهود الجامعه في هذا الجانب. الجامعه اعتمدت معهد دراسات الترجمه في عام 2012 بوصفه مؤسسه اكاديميه متقدمه. هدفها الاول هو تقديم تعليم متقدم للمترجمين لكي يصبحوا على المسار السليم نحو مهنه الترجمه واتقان هذه المهنه لخدمه التقدم والتنميه التي تشهدها الدول العربيه عموما ودوله قطر خصوصا. والمعهد يتكون من ثلاثه اقسام رئيسيه. الأول قسم دراسات الترجمة والترجمة الفورية والذي يقدم برنامجين برنامجي ماجستير الأول في دراسات الترجمة والثاني في الترجمة السمعية والبصرية وكلاهما معتمدان من جامعة جنيف العريقة وهو أول اعتماد أكاديمي في منطقة الشرق الأوسط. المركز الثاني هو مركز الترجمة والتدريب. وهذا المركز يقوم بعدة وظائف أولها تقديم خدمات ترجمه فوريه وتحريريه تضاهي المعايير العالميه في المجتمع القطري. وثانيها وهو الاهم لعلي اعتبره الاهم لانه يقوم على تقديم او تنظيم ورش عمل ودورات تدريبيه للمترجمين سواء المحترفون او المبتدئون من اجل ان يواكبوا اخر المستجدات. لاننا نعلم جميعا ان موضوع اتقان المعارف هو عمليه مستمره مدى الحياه فيجب على الجميع ان يواكب كل ما هو جديد في هذا الشان والمركز الثالث في المعهد هو مركز اللغات الذي يقدم اليوم دورات تدريبيه في 11 عشره لغه مختلفه منها ست لغات اوروبيه فضلا عن برامج لتعليم الكبار في اللغات وتعليم اعزائنا الصغار ولعلي أشير هنا إلى برنامج اللغة العربية لتعليم الصغار، لما له من أهمية كبيرة في عالم اليوم. جميل. اليوم مع تطور أساليب الترجمة حول العالم، ما هي أبرز الصعوبات التي ما زالت تواجه جميع المترجمين حول العالم وكيفية خلينا نقول محاربة أو التخلص من هذه الصعوبات وصول وصولا إلى جودة نقية في موضوع الترجمة. هذا السؤال في غاية الأهمية. لان البعض قد يقصر الجواب عليه بانها صعوبات تتعلق باللغه فقط او الجوانب اللغويه من عمليه الترجمه، لكن هناك في الحقيقه عده صعوبات، اولها غياب الـ الـ الاعتبار الواجب لمهنه الترجمه في العالم العربي خصوصا. لدينا خطا شائع او شائعه كبيره في العالم العربي وفي العالم اجمع، يعاني منها المترجمون الا وهي ان كل من يتكلم لغتين هو بالضروره مترجم، وهذا امر غير صحيح اطلاقا. وبالتالي نرى ان كثيرا من المراكز التي تعنى بالترجمه قد توظف اشخاص لم يؤهلوا اساسا ليكونوا مترجمين محترفين، ولهذا ما له من سلبيات كثيره حتى على حقوق المواطنين في المواطنين لأن من يقوم بخدمتهم أشخاص غير مؤهلون في يعني نهاية المطاف. هل في معايير خاصة للمتحدث باللغتين على أساس إنه يكون مترجم محترف؟ نعم لابد للمترجم أن يحصل على درجة أكاديمية شهادة أكاديمية في الترجمة فضلاً عن إتقان اللغات اللغتين التي يتعامل بهما لأن إتقان اللغات هو جزء أساسي من عملية الترجمة. الامر الثاني لاعود الى الصعوبات، الامر الثاني هو عدم تقنين مهنه الترجمه. اليوم هناك حاجه كبيره لضروره وجود جهه ناظمه لعمل المترجمين او في بعض الدول قد يقولون جمعيات تعنى بشؤون المترجمين، تقوم على امورهم، تقوم بتنظيم ايقاع سوق الترجمه، التعامل مع تفاوت الكبير في الاسعار، وبالتالي حمايه حقوق المواطنين في هذا الموضوع. والأمر الآخر لدينا تحديات تبرزها الترجمة الآلية أو التقنيات الترجمة مساعدة الحاسوب التي بدأت تظهر بفضل التطورات التكنولوجية في العالم وبالتالي على المترجم اليوم أن يواكب هذه التطورات أن يلم بهذه التقنيات الجديدة من أجل أن يقدم نص ذا جوده للترجمه الاليه بصراحه مرات توضعنا في مشاكل اذا كان في استخدامها خاطئ <applause> ويتم نشرها بشكل مباشر سلمان صحيح, صحيح جميل صحيح اليوم لو نخص الحديث بمعهد دراسات الترجمه التابع لجامعه حمد بن خليفه ابرز الخدمات اللي ممكن يقدمها للجمهور ويستفيد منها في مجال الترجمه مركز الترجمه والتدريب الذي ذكرته وهو جزء من المعهد قام في العام الاكاديمي المنصرم 2018 2019 بتدريب 177 مترجما محترفا ومبتدئا من خلال 14 ورشه عمل احترافيه والعدد سيزيد في هذا العام الاكاديمي الجاري اضافه الى ذلك يقوم المركز بتقديم خدمات ذات جوده عاليه في المجالين التحريري والشفوي لقطاع واسع من المجتمع القطري أيضا نقوم بدورات متقدمة في اللغات كما ذكرت ولدينا برامج أكاديمية في الدراسات العليا للترجمة وبالتالي هناك مزيج من الربط بين العالم الأكاديمي والعالم التطبيقي على أرض الواقع وهذا لا يتوفر في أي مؤسسة أكاديمية سوى في معهد دراسات ترجمة بجامعة حمد بن خليفة الله يعطيكم العافيه سيد مازن الفرحان اخصائي تدقيق ترجمه بمعهد دراسات الترجمه بجامعه حمد بن خليفه تقومون بجهود كبيره وبصراحه شاكرين لكم هذا المجهود ولو عندك رساله تحب توصلها لمشاهدينا ف الشاشه عندك. شكرا لكم موضوع الاهتمام بالترجمه قديم وجديد ولكن اشير الى اهتمام حديث من قبل وسائل الاعلام. بتسليط الضوء على أهمية الترجمة، وهذا له دور كبير في رفع الوعي، منسوب الوعي لدى الجمهور. أنا أبارك لجمهور المترجمين في العالم أجمع هذا اليوم، ولا بد من التأكيد على ضرورة التعلم مدى الحياة لمهنه افضل. اكيد كل الشكر لك استاذ مازن مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم الى الختام الموعد يتجدد ان شاء الله بكره الساعه 7 بتوقيت قطر على شاشه تلفزيون قطر لذلك الحين نقول لكم مع السلامه. امان الله.